كلمي يا ستي سعيد الجزمجي. الو، مين اللي كان معاك ده؟ فؤاد مين؟ خطيبي الدكتور فؤاد عزمي. وانت ازيك يا صلاح؟ يظهر انك فرحانه بيه قوي. اسمعي، انا لازم اشوفك باي شكل. يا ريت يا صلاح، ده انا كل يوم الصبح بنزل مع ماما، بنروح البلد ومنرجعش الا بعد الظهر. ايوه بنجهز. اظن قبل ما تبتدي صفحه جديده في حياتك لازم تصفي القديمه. ليكي ذنب مالكيش، المهم اني لازم اشوفك. انا مش لعبه في ايدك تكسريها وترميها بعد ما تتضايقي منها. حرام عليك يا صلاح، متقولش كده. انا هفوت بكره الساعه 5 قدام البيت وتحصليني زي زمان ولا نسيتي؟ اورفار. لازم ألحق حالا عشان ما تفكرنيش في اليوم ده.